نجي على الكارديولبين اللي هو داي فوسفوتيدين جليسيرول. طبعا الستركتشر مالته متكون من فوسفوتيدين اسيد من جزيئتين، يعني جزيئتين فوسفوتيديك اسيد وفوسفوتيديك اسيد، ويحتوي على جزيئه اخرى هي الجليسيرول بالوسط. طبعا راح الجليسيرول من ترتبط في من خلال جزيئه او ذره الكربون الاولى بمجموعه الفوسفيت من الجزيئه الاولى ومجموعه الفوسفيت بالجزيئه الثانيه. اذا انا عندي ذلك طبعا يسمى بالداي فوسفوتيدين جليسيرول، يعني يتكون من جزيئتين فوسفوتيدين جليسيرول. لما نكسر المركب ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني 3 جليسيرول، 3 جزيئات جليسيرول، يعطيني 4 فاتي اسيد ويعطيني 2 فوسفيت. فالاسم مالته هو الكارديولبين، اسمه الكارديولبين. زين الفانكشن للكارديولبين عندنا از ذا ميجر ليبيد ان ميتوكوندريال ممبرين، والاخر او الوظيفه الاخرى او الفانكشن الاخرى هي الانتيجينيك، بمعنى انه يستفز الجهاز المناعي ويعمل ستيميوليشن. زين من خلال طبعا ثامنا عندنا اللي هي اللايزوفوسفوليبيد. اللايزوفوسفوليبيد ممكن نقول عليها ليس فوسفوليبيد، ليس فوسفوليبيد، لايزوفوسفوليبيد تعني لايك ليسيتين اند سيفالين، شبيهه بالليسيتين والسيفالين، وتحتوي لكنها تحتوي على واحد فاتي اسيد في الموقع رقم واحد، يعني درجه الكربون رقم واحد. زين الوظيفه مالتها الفانكشن اللايسوسيتين هو مهم في الميتابوليزم. اللايسوفيلين is strong surface active substance، طبعا هو مادة خام قوية. It is used manufacturing most type of chocolate، يعني هو مادة خام قوية لصنع بعض أنواع الشوكولات. زين كيف يتم عملية كسر الجسر فوسفوتايد الجسيرو فوسفوتايد؟ يتم تحللها من خلال إنزيم باي فوسفولايباز من خلال different فوسفوليبيد. إذا الفوسفوليبيد لايباز يشتغل على الموقع C1 نسميه فوسفو لايباز A1، وإذا يشتغل على C2 طبعا نسميه فوسفو لايباز A2، وإذا كان على الموقع رقم 4 أو درجة الكربون العفو رقم 3 فنسموها فوسفو لايباز C، وإذا كان على الموقع رقم 4 فنسميه فوسفولايباز دي اللي هي واقعة بين الار والبي. هذا الموقع ليه سميناها ماكو بي؟ طبعا هنا عندنا اي 1 وعندنا اي 2، كان ممكن قبل يسموها فوسفولايباز بي، بس ارتقوا انه لانهم دي يشتغلون على الفاتي فاتي اسيد، فعندنا يعني جزئتين فاتي اسيد فسموهم اي 1 واي. السفينة كمالين طبعا الستركشر مالته يحتوي على 18 ذرة كربون، الفاتي اسيد يكون مرتبط بالامينو جروب عند الموقع رقم 2، طبعا يعتبر كحول زائد فاتي اسيد ويسمى يعتبر طبعا سمبل ليبيد.
الكحول الماسك بالسمبل اللي بده يسمى سيراميد. فحتى نعرف ما هو السيراميد، السيراميد هو السفينكوزاين زائد الفاتي أسيد. زين، الرقم ذرة الكربون رقم واحد يكون ممسكة الفوسفيت، والفوسفيت ممسكة بالكولين. السيراميد يسمى أيضا بالسمبل ليبيد، والفوسفو اللي ارتبط وياه يدعى أيضا بالفوسفوليبيد. الكولين أيضا من ترتبط وياه همينة نسميها فوسفوليبيد. هذا المركب يدعى بالفوسفو أو سفينكوميدين، موجود في البرين، موجود في النيرف تشو. طبعا يوجد عندي مرض متعلق بالسفينكوميدين. هذا المرض هو انه السفينكوميدين لما يكون يفرز او يصنع بجسمي راح يسوي مايليشن، المايلينيشن اللي هي يعني من يسوي المايلينيشن، والضل في كمية معينة زيادة منها يعني فوق حاجة الجسم مالتي، راح طبعا تتكسر بواسطة انزيم اسمه سفينكوميلينيز. السفينكوميلينيز لانه طبعا يعني يفرز حتى يكسر لي هذه المادة لان الجسم محتاجها. لكن بفقدان هذا الانزيم اللي هو السفينكوميلينيز راح يحصل تجمع accumulation، حيعملون بالتالي disease، يعني الشخص اللي مولود وما عنده هذا الانزيم السفينكوميلينيز راح يحصل accumulation بهذه المادة السفينكوميلين، وبالتالي راح تتراكم يعني of large amount of سفينكوميلين، يعني كمية كبيرة منه في الليفر، وبالتالي راح يحصل mental retardation اللي هي التأخر العقلي أو التخلف العقلي، ويحصل إنه الشخص بالأخير يموت death in early life في وقت مبكر. زين، اسم المرض مالتي نيمان بيكسن ديزيز، نيمان بيكسن او بيكس ديزيز، نيمان بيكس ديزيز هو هذا المرض اللي يحصل للشخص اللي ما عنده انزيم اللي هو انزيم السفينكوميلينيز. نجي هسه على الجلايكوليبيد، فورمولا اوف سيراميد سفينكوميلين بلس فاتي اسيد اتاش تو كربوهيدرات. طبعا متكون من السيراميد اللي هو السفينكوزاين زائد فاتي اسيد مرتبطة مع الكربوهيدرات، وتعتبر السيراميد كأنه سمبل ليبيد لأنه هو عبارة عن كحول زائد فاتي أسيد. في الكحول اسمه سفينكوزاين لوجود الأمينو جروب أو الكحول أمين مرتبط بالفاتي أسيد. تقسيم الكليكولايسايد عندنا أو الكليكوليبيد سيرو غروسايد واللي سلفو سلفوليبيد والكونغلوسايد. زين، عندنا الدني ثلاث انواع. عندنا السيربروسايد، السيربروسايد اللي هو نيوترال كليكوليبيد، ذا نيوترال بيكوز انه يحتوي على واحده او اكثر من نيوترال شوغر موليكول از ذير بولاريد جروب. طبعا هنا أنا قبل ما نبدي بالموضوع انه عندنا يختلف في الجزء الكربوهيدراتي، لانه احنا اتفقنا ان الجلايكوليبيد متكون من السيراميد وكربوهيدرات.
السيراميد كلها يعني لازم سيراميد. إذا بقى بس الكربوهيدرات تختلف. إذا أنا محتاجة أعرف من هي هاي الكربوهيدرات. يوجد نوعين من الكربوهيدرات، كربوهيدرات بالسيربروسايد، موجود عندي الفلكتوز سيربروسايد وعندنا الجلوكوز سيربروسايد، وهذول نيوتر طبعا ما يحملون أي شحنات. زين الكالكتوز سيربروسايد موجود في الميجر كلوكو سفينكو ليبيد اوف برين اند اذر نيرفز تيشو، والكلوكو سيربروسايد بري دومينانت سمبل كلوكو سفينكو ليبيد اوف اكسترا نيوتر تيشو، يكون خارج النيوتر تيشو. طبعا عندنا يحدث في البرين اند سمول امونت. زين الفانكشن للنيوترال جلوكو سيفينكو ليبيد ار كونستيتيوشن اوف ذا اوتر بلازما سيل ممبر. زين عندنا في ويستخدم طبعا بالسيل تو سيل كوميونيكيشن للخلايا اللي تقدر تتحدث مع نفسها وتتكلم مع بعضها. ايضا يستخدم في التشو اميونيتي، وايضا يستخدم بالسبيشيز سبيسيفيسيتي والبلاد جروب انتيجين اللي هي تحديد فصائل الدم. زين الاسيديك جلايكوليبيد عندنا السيربروسايد سلفيت تشبه طبعا السيربروسايد، لذلك تسمى بالسيربروسايد سلفيت او السلفاتايد. يعني شنو؟ يعني انه الكالكتوز سيربروسايد ولكن في ذرة الكربون، يعني هي كالكتوز او كالكتو سيربروسايد لكن في ذرة الكربون رقم 3 الكالكتوز موجود بذرة الكربون رقم 3 سلفايد، موجود سلفايد ذرة الكربون رقم 3 في الكالكتوز. زين موجود ايضا في البرين تيشو. عندنا بعد شيء زين الكانجليوسايد، الكانجليوسايد او الجنجليوسايد استكشر مارتن بتكون سيراميد مثل ما اتفقنا، وهي كومبلكس كربوهيدرات عكس ذاك اللي هو الكالكتوز او الجلوكوز. عندنا فور اكزامبل NANA الفاكشن مالتنا طبعا ممكن يكون كريسبتر في السيل ممبرين. زين عندنا نعم مثل ما مثل سيالك اسيد. زين وعندنا النيورامينيك اسيد. اذا الكانجليوسايد متكون من سيراميد زائد كربوهيدرات، يشتغل كريسبتر في السيل ممبرين، والانزيم اللي كسره هو اسمه انزيم الهكسو امينيديز، هكسو امينيديز انزيم. طبعا اكو حالة مرضية الشخص المولود اللي ما عنده هذا الانزيم اللي هو الهكسو امينيديز راح يحصل له اكيوميليشن، يعني تجمعات في البرين في الانتستين، واللي راح يحصل يعني راح يحصل له منتل ريتارديشن، والهيتاموغلي والبلايندنس او البلايندنس. زين بالنسبه للامبورتنت اوف جلايكوليبيد نجده في السيل ممبرين، نجده في المايلين شيت والريسبتورز فور هرمون. طبعا هنا عندكم اسئله ومجاوبتها.
نيجي هسه على الليبوبروتين. الليبوبروتين هي complex lipid formed of lipids conjugated with protein. طبعا الليبيد مرتبطة بالبروتين. هذول طبعا موجودين في السيل ممبرين والميتوكوندريا and البلازما lipoprotein. الليبوبروتين طبعا عندنا بلازما ليبوبروتين converted يحول الليبيد من الغير ذائب، طبعا هو غير ذائب في الماء water insoluble الى water soluble من خلال انه يحوط الدهون او الليبيد في البروتين لتسهيل عملية نقلها يعني transport of facility transport of lipids between blood and different tissue. زين عندنا البلازما ليبيد ار تريجليسيرول فوسفوليبيد كوليسترول بانواع، طبعا الحر كوليسترول الحر هو الاستيرويد او الاستيرفيكيشن اللي نسويه له استر اند فري فاتي اسيد. زين الميثود الطرق اللي تستخدم في فصل دهون البلازما طريقة الالكتروفوريسز الالترا سنترفيوج الغاز ليكويد كروماتوغرافي والثين لاير كروماتوغرافي. عندنا البروتين فراكشن ار يدعى بالابو لايبوبروتين. زين عندنا الانواع طبعا الجايلوميكرون والبي ال دي ال والال دي ال والاتش دي ال، وطبعا البروتين هو اللي البومين الحر. زين عندنا بالنسبه لي الجايلوميكرون تشيل الليبيد من الانتستين من الامعاء وترسله الى التشو. زين والمين ليبيد الى ترايجليسيرايد نسبة طبعا 2%، يقصد بالاثنين هي نسبة البروتين الى الدهون. الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين يشيل لي الليبيد من الليبر ويرسله ايضا للتشو، والمين ليبيد الى ترايجليسيرايد. زين عندنا نسبة 12% نسبة البروتين، طبعا نسبة قليلة. عندنا ال LDL اللي هي اللي شي يسوي يشيل المايكرو الجايلوميكرون والكوليسترول. زين طبعا عندنا نسبة 22%. ال HDL يشيل الكوليسترول والاستر من التشو الى الليبر و عد نسبته 50%. بالنسبة للألبومين اللي هو طبعا البروتين بدون دهون في طبعا عندنا نسبته 99% في البوست تيشو. طبعا عندك هذه النسب اللي هي البروتين أماونت كمية البروتينات بالنسبة إلى الدهون. سووا له الكتروفوريسز او سووا له اي وحده من هذني الشغلات ففصلوهن عن بعض، لقوا انه الالبومين نسبته 99% هو اثقل شيء. زين وراها 50% هي الاتش دي ال هاي دنسيتي لايب بروتين، 50% ليبيد و 50% بروتين، بعدين 22 بعدين 12 ولقوا اقل شيء هو الجايلوميكرون.